بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر شعبنا وإخواننا في أندونيسيا الكرام على هذا الكرم السخي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أرزاقهم، وأن يبارك في أبنائهم، وأن يبارك في ذراريهم. كما ونشكر جمعية كسيف فلسطين على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يرفع في المهديين درجاتهم. اللهم اغفر لأهلنا وإخواننا في أندونيسيا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اجعل أندونيسيا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لأهلنا في أندونيسيا، بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في ذراريهم يا رب العالمين. اجعل بلدهم آمنة مطمئنة، اجعلهم للخيرات دائما من السباقين يا رب العالمين، واجمعنا بهم في ساحات المسجد الأقصى وقد تحرر من دنس الصهاينة. اللهم آمين آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.